دكتور ديزيري الأزي، معالجة نفسية وأخصائية بعلم النفس العيادي، أستاذة محاضرة في جامعة القديس يوسف والجامعة اللبنانية. مساء الخير دكتور. أول سؤال دكتور، يعني اليوم عم نسمع مسابقات جمالية للحيوان، نتحدث عن يعني هون كان عم يحكي قبل شوي مشان نحن ننشر ثقافة تبني الحيوان، حتى وصلت عم نعامله كإنسان للحيوان. علم النفس أي مقاربة يقدم لمسألة أنسنة الحيوان؟ هلا الحيوان طبعا مهم بالنسبة للبشر، بالنسبة ل يكون هو يوصلهم للمجتمع الكبير، يعني يوصلهم لعلاقة جيدة مع الآخرين طبعا. ومعاملة الحيوان بشكل جيد كمان بتدل على أنه عاطفته للإنسان عاطفة متوازنة نوعا ما وكبيرة. أني أقول أني بحب الحيوان أو بهتم فيه أو بعبر له عن عاطفتي أو في علاقة يمكن بالعيون أكتر شيء مع الحيوان، لأنه ما في كلام بيتم بين الإنسان والحيوان، هيدا شيء حلو. بس أكتر من هيك بكون عم بعطيه دور يمكن هو ما بعرف إذا مبسوط فيه نوعا ما، لأنه نعرف أنه الحيوان جاي من مجتمع وبيئة بخصوه إله، وقدي أنا كمان عم ببعده عن هالبيئة، يعني بدي جرب كون شوي اتفهم بيئته وطبعا غريزته وطبعا المحيط اللي هو بحب أنه ينتمي إله، وأنا كمان غير مجتمع عنه. أما أقول أنه القدرات الذهنية والعاطفية تبع الحيوان هي مماثلة للإنسان، هذا شيء منه كتير مزبوط. وبالنهاية داروين جرب دايما أنه يخلي الحيوان يحكي مثل الشمبانزي، أكتر شيء للإنسان يمكن قريب، وما قدر. يعني قدراته الفكرية والعاطفية تختلف عن قدراتنا، مفروض منا نحبه مثل ما هو، نحترمه للحيوان. بكون عنده إيجابيات وحد يقتنع حيوان أليف، يعني في إلى إيجابيات، إلى إيجابيات بحس المسؤولية تجاه الآخر، بالمعاملة العاطفية تجاه الآخر، بنوعا ما اجتماعيا، لأنه الحيوان رفيق حتى ببعض الأمور، ببعض الأمراض النفسية، ببعض الإعاقات، أو حتى عند الراشد بنحس أنه ناطره الحيوان، في تواصل، في صداقة بتنبنى، في أنه الحيوان بدافع عن صاحبه، بيوقف حده إذا كان مريض أو ساخن. يعني هذا طبعا بحسوه الأشخاص اللي بيعندهم حيوانات. أنت الإيجابيات دكتور ممكن يكون عندها تداعيات سلبية، يعني تنقلب إلى تداعيات سلبية على الشخص اللي بيقتني حيوان أليف في المنزل، يعني بس انغلق بعالمي أنا والحيوان حيوان لوحده وبطل على التواصل اللي من حوالي بصير مشكل. بس جرب خليه هو يكون انسان، كائن بشري مثلي، واسحبه من انه كونه كائن حيواني، هو طبعا عنده غرائز حيوانيه، بكون كمان عم تتعدى الامور محلها الطبيعي. يعني هيدي الشغلتين لازم انتبه عليها، اهم شيء انه ضلني منفتح على العالم الخارجي ومن خلال الحيوان يكون عندي الاصدقاء والعائله وكله، وثاني شيء انه ما حوله لانسان بشري لانه بيبقى كائن طبعا مختلف عن وعنده أشياء بحب يعملها غير عن الإنسان. شكرا لك دكتور. إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بسرعة على القناة، تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.